السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جواد من تحب الأسرة بك فصيل. إذا هنايا غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد التمرين في الدورة العددية، تمرين إثنان. إذا هذا التمرين هو كالتالي، نعتبر دالة عددية إف لي إكس تساوي إكس 6 ناقص 4 على القيمة المطلقة لي إكس ناقص 2. حدد مجموعة التعريف، هو اللي خصنا ننتبهوا ليه هو أنه إذا كنبغوا ندرسوا شي دالة كيف ما بغات تكون لابد أن نحدد مجموعة التعريف. ما يمكنليش نتحرك في شي دالة وأنا ما عارفش مجموعة التعريف ديالي كي دايرة. إذا في هذه الحالة باش نحددوا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون هادي، إذا انتبهوا، إذا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف هنايا إف لي إكس كيبان ليا أنه إكس ينتمي إلى الدي لي إف، أي مجموعة التعريف تكافئ ماذا؟ تكافئ أن هذا المقام خاصو يكون كيخالف الصفر. إذا باش نكمل الخدمة ديالي كنقول القيمة المطلقة لـ x تخالف 2، إذا تكافئ، باش نحيد هذه القيمة المطلقة ماذا سأقول؟ سأقول أن x تخالف 2 أو x تخالف ناقص 2، هذو القواعد ديال القيمة المطلقة أعزائي التلاميذ اللي كنا شفنا ديجا. إذا خصكم تنتبهوا وتعقلوا على هذه المسائل هذه، بمعنى أنه إذا كانت ناقص 2 هنايا القيمة المطلقة لناقص 2 هي 2، 2 ناقص 2 تساوي 0، مو 0 ما مخرجناش الحساب، إذا كانت 2 ناقص 2 0 ما مخرجناش الحساب. إذا يمكن بكل بساطة أن نقول أن مجموعة التعريف هي R ناقص ماذا؟ ناقص يعني باستثناء 2 وناقص 2. كما يمكن كتابة هذه مجموعة التعريف كالشكل التالي: دل F تساوي، إذا بحيث طبعا X ينتمي إلى R، إذا ماذا نقول؟ X ينتمي إلى هذا المجال، لاحظوا X ينتمي إلى هذا المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 2 اتحاد ناقص 2 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية. منين جاتني؟ كيفاش لقيتها؟ بكل بساطة إذا مشيت رسمت المعلم ديالي، هنايا كتكون عندي ناقص ما لا نهاية طبعا، وهنايا زائد ما لا نهاية، عندي ناقص جوج ها هي، عندي جوج ها هي، أنا عارف أن ناقص جوج وجوج ما داخلينش في الحساب، وبالتالي مجموعة التعريف هي جميع هذه القيم باستثناء 2 وناقص 2، ونقول أن مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية ناقص جوج، ناقص جوج جوج، ومن جوج حتى زائد ما لا نهاية. غتقول لي طبعا الأولى هي اللي سهلة، إذا علاش أنايا غادي ندير هذا الشكل هذا؟ أنت تتفق معك أن الأولى كتبان سهلة، ولكن راه هاد المجالات ملي كنديرهم كنولي كنفهم كيفاش نخدم الدالة، وكنولي نعرف كيفاش نتصرف إلا بغيت نخدم هاد الدالة هادي، ولا كنبغيت نمثلها ببيانية. إذا هنايا حددنا مجموعة التعريف، إذا غادي ننتقلوا للسؤال ب. إذا السؤال ب، حدد أرتوبي أ و ب نقطتين من المنحنى السي إف بحيث ماذا؟ إذا بحيث طبعا افصلهما على التوالي 0 و 3. مزيان، اذا هنايا غادي نشوفوا كيفاش غادي نلقاو. حنايا عاطينا ا، عاطينا ا وعاطينا بي، انا عارف ان ا شنو هو الافصول ديالها؟ هو 0، ولكن الارتوب ديالو ما عرفوش. انا عارف بي الافصول ديالها هي 3، ولكن الارتوب ديالها ما كنعرفوش. باش نلقى بكل بساطة الأرتوب ديال أ والأرتوب ديال ب، إذا أحسب صورها، أحسب الصور بكل بساطة، أحسب إف لي صفر، أجد إف لي صفر بكل بساطة، إف لي صفر تساوي ماذا؟ صفر أس 2 ناقص 4 هي ناقص 4، صفر القيمة المطلقة ديالها هي صفر، ناقص 2 هي ناقص 2، وبالتالي تساوي لي 2، وأستنتج ماذا؟ أستنتج أن أ هو 0.2، إذا تنتمي لمنحنى هذه الدالة، إذا 0.2. مزيان، إذا ها حنا لقينا أ 0.2، إذا هي طبعا ماذا؟ طبعا هي إحدى الصور ديال إحدى النقط التي تنتمي لمنحنى الدالة. إذا لكي أجد 3 بكل بساطة أحسب إف لي 3، هادو ما بين الأسئلة اللي كتربحوا فيهم النقاط، حاولوا ما تضيعوهمش. إذا 9 ناقص 4، 3 أو 6 9 طبعا، 3 ناقص 2 هي 1، إذا 9 ناقص 4 هي 5، وبالتالي بي إحداثيات ديالها شنا هي؟ هي 3 5، وأكتب بي
لعن هي ثلاثة خمسة. إذا نتمنى أعزائي التلاميذ أنكم فهمتوا أشنو درت هنايا. ثم كيجي السؤال جيم، سؤال سهل في المتناول. إذا ما بين الأسئلة كما قلت سابقا اللي كتربحوا عليها النقاط ما تضيعوهاش، عطيك ثلاثة نقاط إحداثية ديالها جوج زيرو ناقص أربعة ستة، أربعة ناقص ستة، وقال لك هل تنتمي إلى السي إف، أي أنها تنتمي إلى لا كور دو فونكسيون، يعني منحنى هاد الدالة هادي. إذا باش نلقى أنايا واش فعلا هاد النقط هادو كينتميو، يكفي فقط أنني نحسب إف لي دو ونتأكد واش هي زيرو، نحسب إف لي ناقص أربعة ونتأكد واش هي ستة، نحسب إف لي أربعة نتأكد أنها ناقص ستة. إذا نبداو بالسي. إذا السي التي إحداثيات ديالها اثنان زيرو، كنلاحظو شنو؟ كنلاحظو أنه الأفصول ديالها اثنان، واثنان لا تنتمي إلى مجموعة التعريف، هذه كاع يمكن ليا كاع نتأكد منها. علاش؟ لعندي مقام القيمة المطلقة إكس ناقص جوج، وأنايا إلا عوضت إكس بجوج غتخرجي في المقام زيرو، إذا هذا يدل على أن النقطة السي لا تنتمي إلى هذه الدالة، إذا بما أن جوج لا تنتمي لمجموعة التعريف. وإذا بكل بساطة سي لا تنتمي إلى هذا المنحنى، إذا ما كتنتميش للمنحنى ديال الدالة بكل بساطة، لأنه ما يمكنلكش كاع حتى تحسب إف لي جوج. نشوفوا دي التي إحداثيات ديالها ناقص أربعة ستة، إذا بكل بساطة أحسب إف لي ناقص أربعة، إذا إف لي ناقص أربعة ناقص أربعة أس اثنان هي ستة عشر، ستة عشر ناقص أربعة اثنا عشر، ثم ناقص أربعة القيمة المطلقة لناقص أربعة أربعة، أربعة ناقص اثنان هي اثنان، ثم تساوي ستة، وفعلا نجد أن ستة هي صورة ناقص أربعة، وبالتالي دي فعلا دي ينتمي إلى منحنى الدالة، أي أنها نقطة من المنحنى. ثم او، إذا هنا لقينا دي تنتمي لهذا المنحنى، نزيدو دي هنايا على أساس ما بين النقط اللي كتنتمي المنحنى ديال الدالة، إذا دي ينتمي إلى، مهم إلا نكتبو فقط دي، دي إحداثيات ديالها ناقص أربعة ستة، كنكتب هادو مربع غيفعلو لي هاد النقط في التمثيل ديال المنحنى. إذا في هاد الحالة كنجيو النقطة الرابعة او، إذا كنشوفو او، إذا هنايا شفنا سي وشفنا دي، كنشوفو او، إذا او إحداثيات ديالها أربعة ناقص ستة. كنمشي نحاول تاني نحسب اف لي 4، اذا اف لي 4 كتساوي 4 و 6 16، 16 ناقص 4 12، ثم 4 ناقص 2 هي 2، في هذه الحاله كتخرج هي 6. اتاكد اوتوماتيكيا ان او لا تنتمي اذا لهذا المنحنى ديال الداله، اذا او لا تنتمي الى منحنى ديال الداله. اذا وباختصار ما بين هاد النقط بثلاثه لقينا دي هي اللي كتنتمي لاكور، وما لقيناش النقط اخرى اللي كينتميو لاكور. مزيان، اذا هذه مسحت هنايا، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد المسائل. اكيد انكم كتفرجوا في الفيديو كتقولوا هذا الشيء سهل يعني، ولكن رغم ذلك حنا كنحاولوا نشرحوا جميع الفئات جميعكم، يعني كاين اللي باقي ما كيعرفش يتعامل مع هذه المسائل رغم بساطتها، ولكن هذا ما كيعنيش اننا ندوزو عليها مرور الكرام. اذا اكتب اف لي اكس بدون رمز القيمه المطلقه، ثم اشيل منحنى السي اف في مستوى مرسوم الى معلم متعامل ممنظم هكذا. اذا باش نتخلصوا من القيمه المطلقه، كي بحال الا كندرس القيمه المطلقه ل اكس ناقص جوج، اذا هنايا خصني نعرف امتى كتكون موجبه وامتى كتكون سالبه. طبعا ما ننساش انه في هذه الحاله انه كاينه جوج وناقص جوج داخله في مجموعه التعريف. اذا الى مشيت انايا درت بواحد البساطه واحد الجدول التغيير وتعتبروا هذا هو الوسخ ديالي، اذا حطيت القيمه المطلقه ل اكس ناقص جوج، انا عارف انه في هذه الحاله ولا نحطوا كاع الداله كلها بهذا الشكل اكس، لعبها نحطو هكا باش تبان لينا كاع، وعاد نحطو في التحت الداله كلها اللي فيها اف لي اكس يعني كلها. اذا حنايا عارفين ان هنا ناقص ما لا نهايه وهنا زائد ما لا نهايه، حنايا في نهايه المطاف كندرسو القيمه المطلقه ل اكس ما داخلاش مع ناقص جوج، اذا كنعرفو ان القيمه المطلقه ل اكس اذا كتبدل في الزيرو، اذا اشنو عارف؟ انايا عارف انها قبل زيرو كتولي ناقص اكس،
وبالتالي هادي يولي هذا ناقص اثنان كما هو ما تبدلش حيت حنا كنشوفوا فين كتعادل هذه اللي داخل القيمه المطلقه. ما تخيلوش انه كنخدم على هذه، اذا انا ما خدامش على هذه خدام على القيمه المطلقه اللي اكس ناقص 2 مزيان. اذا في هذا المجال القيمه المطلقه اللي اكس تصبح ناقص اكس، وبالتالي ناقص اكس ناقص 2. وفي هذا المجال اذا القيمه المطلقه اللي اكس تبقى اكس، وطبعا ناقص 2 كنزيد حدا. اذا علاش انا درت جدول طريقه تقول لي هاد الشرح بسيط، غادي تقول لي في المجال صفر زائد ما لا نهايه، وفي المجال صفر عفوا ناقص ما لا نهايه زيرو غنقول اش كيوقع، وصفر زائد ما لا نهايه غنقول اش كيوقع. ولكن ما ننساش انه كاينه ناقص جوج، وجوج ما داخلاش في مجموعه التعريف، وبالتالي حنا عارفين ان ناقص جوج كاينه هنايا وزائد جوج كاينه هنايا، وبالتالي هنايا في هذه الحاله خصني ننتبه انه قبل هنايا كتبقى ناقص اكس ناقص جوج ناقص اكس ناقص جوج، وهنايا كتولي اكس ناقص جوج، وهنايا اكس ناقص جوج. علاش انا درت هادو؟ باش نعرف ان هادو ما كاينينش، ما داخلينش في افني اكس، هادو الجوج ما داخلينش في افني اكس. طبعا هنايا هاد زيرو حتى هو راه غير بالنسبه لهادي، ما كيعنيش انه هنايا كتنعدم فيه الداله، هنا فقط غير صفر باش نبين انه قبل هاد اكس بوحده، قبل زيرو كتكون ناقص اكس ناقص 2، ولكن بعد الزيرو كتكون اكس ناقص 2. هذا ماشي غادي ندير زيرو، ما نديرش هاد لافوت هادي طبعا لا. علاش؟ لان هاد زيرو غير ديال هادي بوحده، انا ما بغيتش ندرس على هادي بوحده، خدمت على هادي كلها. ولكن كاع حنايا باش ما نتلفوكمش كاع، باش ما نتلفوكمش، باش تثبتوا معنا مزيان، غادي ندير انا هاد الشكل كاع باش كلوا على يقين اكيد ان العديد غادي يقول كيفاش هكا. اذا غادي نحط هير شنو هو اللي داخل القيمه المطلقه، واش اكس؟ اذا كنحط هير اكس بوحدو صافي، ها هو حطيتو. اذا ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، وكيكون عندي هنا زيرو هكا. اذا انا عارف انه قبل زيرو، طبعا هذا قبل زيرو اش كيكون؟ ناقص اكس، بعد زيرو كيكون زائد اكس، يعني اكس. اذا طبعا الى جيت نخدم على المقام كله اللي هو ولا نديرو افني اكس مباشره، افني اكس لاحظوا افني اكس نعلم انها ناقص جوج ما داخلاش وزائد جوج ما داخلاش، وطبعا هذا الزيرو زائد ناقص ما يقطعش عليا. اذا لاحظوا هنايا في هذه الحاله كتكون ناقص اكس، اذا اش غادي ندير؟ غادي ندير طبعا هنايا غادي تكون عندي اكس اس 2 ناقص 4 على شنو؟ على ناقص اكس ناقص 2. علاش؟ لان في هذه البلاصه فاش كنبغي نحيد القيمه المطلقه كتكون ناقص اكس، كذلك هنايا كتكون عندي اكس اس 2 ناقص 4 على ناقص اكس ناقص 2. في هذه البلاصه كتكون عندي اكس ماشي ناقص اكس، كتولي عندي اكس اس 2 ناقص 4 على اكس ناقص 2 ماشي ناقص اكس على اكس. ثم هنا اكس اس 2 ناقص 4 على اكس ناقص 2. اذا هنايا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه المسائل هذه. اذا هنايا كتجي كنقول في هذا المجال كنلاحظوا انه كيكونوا كي بحال بحال، ولكن باستثناء ناقص 2. اذا كنقول في المجال ماذا؟ في المجال ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 2 مفتوح اتحاد ناقص 2 زائد ما لا نهايه عفوا زائد صفر ماشي زائد بلا نهايه عفوا صفر. لاحظوا ناقص ما لا نهايه حتى ناقص 2 مفتوح، يعني مفتوح في هذه البلاصه. داكشي علاش قلت لكم اذا ما كتعرفوش تحولوا مجموعه التعريف المجال راه غتكون عندكم مشاكل، فالقول دابا تختاروا الطرق السهله ولكن الطرق اللي كتنفع. اذا لاحظوا ناقص ما لا نهايه ناقص 2 اتحاد ناقص 2 0. اذا في هذه الحاله هذه كتكون عندي، اذا في هذه الحاله اذا اف لي اكس تكافئ ماذا؟ تكافئ هذه الحاله. اذا اكس اف لي اكس تساوي ماذا؟ تساوي اكس اس 2 ناقص 4 على ناقص اكس ناقص 2. اذا كنكمل لا سامبليفيكاسيون، كنلاحظ ان البسط عندي متطابقه هامه. اذا اشنو عندي؟ عندي هنايا اكس اس 2 هي اكس ناقص 2 عامل اكس زائد 2، ويمكن ببساطه لو اعمل على ناقص في الاسفل كتخرج ليا اكس زائد 2. كنختازل كتبقى ليا ناقص اكس ناقص 2، وباختصار كتولي ليا اكس ناقص اكس زائد 2. اذا في هذا المجال افني اكس، اذا في هذا المجال ماذا تصبح افني اكس؟ بهذا الشكل ناقص اكس زائد 2.
هكذا. إذا نشوفوا في المجال الآخر، إذا في المجال الآخر، إذا شنو هو المجال اللي عندي هنايا؟ من زيرو جوج مفتوح، مفتوح جوج بليس لانفيني. إذا في المجال زيرو، إذا مثلا دخلت زيرو هنا نقدر ما ندخلوش في ديك الجهة. إذا زيرو لاحظوا حتى لجوج اتحاد جوج بليس لانفيني. إذا مزيان هنايا غادي ندير اف لي اكس ماذا تكافئ شنو؟ في هاد الحالة أو مباشرة غادي نقول اف لي اكس، إذا بلا ما نديرو هاد التكافئ كيما نوع من التكرار. إذا اف لي اكس تساوي ماذا؟ اكس أس 2 ناقص 4 على اكس ناقص 2 متطابقة هامة في الأعلى. إذا اكس ناقص 2 عامل اكس زائد 2 على اكس ناقص 2 إذا كتساوي ليا اكس زائد 2، وبالتالي في هذه الحالة اف لي اكس كتساوي ليا اكس زائد 2. لاحظوا هنايا هادي درت هادي، لاحظوا هنايا دابا لقيت كيفاش دايره الدالة ديالي وغادي نفهم كيفاش غنبدلها. إذا غادي نكتب هاد جوج فواحد البلاصة باش نخليها. إذا في هاد الحالة هنايا غادي نمسح هاد النقط اكتشفت أنه لا داعي لها. في هاد الحالة غادي نكتب في هاد البلاصة اف لي اكس كتساوي ناقص اكس زائد 2، وغادي نكتب اف لي اكس يعني في المجال الأول ناقص ما لا نهاية ناقص جوج اتحاد ناقص جوج زيرو، ثم من زيرو جوج اتحاد جوج بليس لافي. في هذه الحالة إذا كتكون عندي اف لي اكس ايغال اكس بليس دو. إذا هنايا غادي نحاول نبدل هاد الدالة في معنى متعامد ممرضة. إذا في هاد الحالة غادي نجيو نمثلو هاد الدالة هادي، عندي من المجال ناقص ما لا نهاية حتى صفر باستثناء ناقص جوج. إذا هنايا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة، غادي شوفو كيفاش رصتني واحد ناقص جوج. عندي واحد الدالة كتشبه دالة تآلفية. إذا حيت الصفر داخلة في المجال غادي نشوفو إف لي صفر، إف لي صفر كتساوي ليا جوج. إذا إف لي صفر كتساوي جوج، ها النقطة الأولى. كنشوفو عاوتاني النقطة الثانية اللي هي إذا كانت ناقص واحد، كنشوفو ناقص واحد غادي تكون ناقص مع ناقص هي زائد، وبالتالي ثلاثة. إذا ناقص واحد إذا غتكون النقطة التالية هنا، وبالتالي كنبدل واحد الدالة بهذا الشكل. إذا كنبدلها بهذا الشكل هذه. إذا لاحظوا إذا ها هي طبعا هنايا لاحظوا، ولكن ناقص جوج ما دخلش في الحساب. لاحظوا حيت هي ما دخلش في مجموعة التعريف، وبالتالي إلا تبعت هاد ناقص جوج كندير هنا نقدر أنه نبين أنه هناك أحد المستقيم بحال إلا هو غير متصل في هاد البلاصة. إذا لاحظوا إذا كندير هنايا وكندير واحد الدائرة باش نبين أنه هاد البلاصة ما كايناش، يعني المستقيم غادي حتى كيوصل ناقص جوج كيحبس عاوتاني كيكمل، حيت ناقص جوج قلنا ما دخلش في مجموعة التعريف. واضح؟ إذا هنايا لا ميم شوز، كنشوفو عاوتاني عندي إكس زائد جوج. إذا إلا اعتبرت طبعا إكس كيساوي واحد، طبعا غادي تلقى ثلاثة، واحد إذا ثلاثة ها النقطة الأولى، ها واحد ها ثلاثة غتكون هنا، واحد ثلاثة، ثم نقطة أخرى جوج غادي نلقى خمسة، إذا اثنان كنلقى واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا اثنان خمسة ها النقطة التالية. وبالتالي إذا هذه تجي شوية هنا لأنه خصو يكونوا متصلين. إذا طبعا إف لي اثنان، إذا عفوا إذا إف لي اثنان كتساوي أربعة، إف لي اثنان كتساوي أربعة، ها هي إف لي اثنان أربعة. وبالتالي كيكون عندي المستقيم التاني داير هكا، هنا كنحاول نرسمو شكل تقريبي. طبعا نتوما عندكم السطورة ديال الدفتر وعندكم المسائل ديالكم، حنا بغينا نفهموكم. إذا في هذه الحالة اثنان ما داخلش في المجال، إذا إذا تبعت اثنان بهذا الشكل،
الى تبعته كنلقى ان الاكلال ما داخلش على هو بالتالي نقدر ندير هنايا فراغ ولا ندير واحد الدائره باش نبين ليه ان المستقيم غادي ولا كيوصل جوج ما كيتصلش عاوتاني كيكبر طريقه. اذا هذا باختصار هو تمثيل هذه الداله. نتمنى على اعزائي التلاميذ انكم تكونوا فهمتوا مزال معنا هذا التمرين. دمتم اوفياء اعزائي التلاميذ. السلام عليكم.